السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الأيام القادمة بحول الله. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي مراقبة لحالة ماطرة متوقع أن تؤثر على العديد من المناطق يومي الجمعة والسبت، سنستعرض تفاصيلها في هذه النشرة. أيضا استمرار لفرص تشكل الضباب في العديد من المناطق في المنطقة الشرقية والأجزاء من المنطقة الوسطى خلال ساعات صباح وفجر يوم الأربعاء، وبرودة لافتة في الأجواء خاصة في المنطقة الشمالية. كالعادة نبدأ نشرتنا بصور أقمار اصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، ولتوضح انتشار كميات من الغيوم الركامية الرعدية فوق السواحل الجنوبية الغربية. هي ناتجة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على تلك المناطق منذ عدة أيام، وبالتالي تتشكل الغيوم الركامية الماطرة في تلك المناطق، ويتوقع أن تستمر هذه الغيوم وحالة عدم الاستقرار الجوي بالتأثير على السواحل الجنوبية من البحر الأحمر خلال يوم غد بإذن الله. نذهب الآن وإياكم إلى هذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة لحالة من عدم الاستقرار الجوي متوقع أن تؤثر على العديد من مناطق المملكة، تحديدا المنطقة الوسطى من منطقة البحر الأحمر وامتدادا نحو منطقة حفر الباطن والحدود الشمالية، ومرورا بمنطقتي حائل والقصيم، وأيضا منطقة المدينة المنورة ومرتفعات جنوب تبوك، وأيضا أجزاء من مكة المكرمة ومدينة جدة أيضا يتوقع أن تتأثر بهذه الحالة. هذه الحالة هي عبارة عن كتلة هوائية باردة تتحرك من شرق البحر الأبيض المتوسط عبر الأراضي المصرية لتمر وتعبر أجواء شمال البحر الأحمر، بالتزامن مع وجود لمرتفع جوي فوق جنوب الجزيرة العربية يدفع بكتلة هوائية رطبة ودافئة من جنوب البحر الأحمر باتجاه وسط البحر الأحمر. نقطة التقاء هاتين الكتلتين المختلفتين في الخصائص ستكون في منطقة وسط البحر الأحمر وامتدادا حتى جنوب الحدود الشمالية، ومرورا بالمناطق التي ذكرناها قبل قليل، حيث يتوقع أن تتأثر هذه المناطق يومي الجمعة والسبت بأجواء غير مستقرة ويوم رعدية متوقع أن تتكاثر وتهطل زخات من الأمطار في عموم تلك المناطق، تشمل مدينة جدة خاصة خلال ساعات صباح يوم السبت تحديدا، حيث تكون حالة عدم الاستقرار الجوي بين الخفيفة والمتوسطة على مدينة جدة في صباح يوم السبت بإذن الله. أما في عموم المناطق ستكون بالمجمل الحالة خفيفة مع بعض البؤر الغزيرة في نطاقات محدودة خاصة في منطقة جنوب تبوك وأيضا حائل والحدود الشمالية. ننتقل الآن إلى خرائط الأمطار، توزيع الأمطار المتوقع من يوم الثلاثاء إلى غاية يوم السبت، حيث يلاحظ استمرار لفرص بعض هطول زخات الأمطار في المنطقة الجنوبية الغربية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، فيما يكون الطقس مستقر في باقي المناطق، لكن اعتبارا من يوم الجمعة عفوا تبدأ حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتبدأ حالة ماطرة بالتطور، تبدأ بتشكلات ركامية رعدية فوق منطقة وسط البحر الأحمر تتحرك شرقا باتجاه السواحل تحديدا سواحل جنوب تبوك، سواحل المدينة المنورة وسواحل مدينة جدة، حيث تهطل زخات رعدية من الأمطار في تلك المناطق. أيضا زخات الأمطار تكون واردة وأيضا محتملة فوق مناطق حائل والقصيم والمدينة المنورة وجنوب منطقة الحدود الشمالية وحفر الباطن خلال يومي الجمعة والسبت. كما ذكرنا هي الحالة بالمجمل خفيفة، تكون متوسطة في فترات محددة، وأيضا تكون مترافقة مع بعض البؤر الغزيرة في بعض المناطق. ننتقل الآن وإياكم إلى خرائط توزيع درجات الحرارة من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة. يلاحظ درجات الحرارة تبقى منخفضة في المنطقة الشمالية بينما تكون الأجواء دافئة في المنطقة الجنوبية. توقع أن تستمر هذه الدرجات الحرارة أي الشمال البارد والجنوب الدافئ خلال الأيام القادمة بحول الله. نذهب الآن للعاصمة الرياض، وتوقع الجوية لهذه الليلة حيث يسود طقس غائم جزئي مع 19 درجة مئوية، أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة درجة الحرارة تستقر حول 26 درجة مئوية، أما السبت تستقر حول 16 درجة مئوية مع طقس مستقر بشكل عام. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.